كوكو حبيباتي، مع غسيت روزي توجور كيما ولفتكم هاد الخضره. لا غسيت تاع الخبز الكامل اللي كامل نحبوه، سورتو سورتو للريجيم. دونك نون سولمون يشبع فريمون كامل، كنقول لكم كامل دوك تشوفوا لي كومبوزون اللي فيه، وثاني ما يسمناش، ا كونديسيون بيان سور، على شرط ماشي كي نقولوا حاجه ما تسمناش، ما تسمناش بارابور للخبز الابيض، ماشي تاكلوا بزاف منها وتقولوا لا لا فينالمون تسمن. داكوغ، دونك نبداو هنا كيما شفتو، درنا الخل ديالنا، درنا مغرفة كبيرة خل ودرنا لها بيكربونات وحطيناها دو كوتي. هنايا نجيو نديرو في البول ديالنا زوج فناجل تاعنا تاع الفرينة الكاملة، زدنا فنجان معمر تاني تاع دقيق تاع الشعير، يكون فغيمون دقيق تاع الشعير كامل، وزدنا معاهم فنجان تاع دقيق الشوفان أوسي، وزدنا مغرفة قهوة معمرة خميرة الخبز وشوية ملح، دونك درت قرصة ملح. هنايا استعملت زوج مغارف كبار تاع زيت الزيتون، دونك نخلطهم تخي بيان. الخل ديالي هنايا نجي مور ما داب فيها البيكربونات زدتها للماء اللي راح نعجن به. هنايا السر اللي كاين في البيكربونات والخل، على بالكم دقيق الشعير ما يخمرش كيما دقيق الابيض، دقيق الشوفان اوسي ما يخمرش كيما دقيق الابيض، دونك هذا هو اللي راح يعطيني التفاعل في الخميره ديالي باش يخمر لي بيان الخبز ديالي. دونك كيما شفتوا العجينه تاعنا تكون تتلاصق، تكون شويه ليكيد. انا استعملت هادو ما ليمون، نتوما حرين تستعملوا بلاطو ولا ليمون ولا كيما تحبوا. دونك انا قسمت العجينه ديالي اون دو في هاد ليمون الصغار، غطيتهم بفيلم بلاستيكي بيان سور في ماليمونتير، درت قرشونه وخليتهم ساعه يخمروا. مور ما خمروا طيبتهم بيان سور كيما راكم تشوفوا، مور ما يطيبوا من الفوق ديروا واش تحبوا. انا يا خلطت الحبه السوداء مع بذر الكتان مع بذور الشيا، درت بزاف بذور خلطتهم وزدت بهم من الفوق. دونك مور ما طابوا انايا ولا لاحظتوا هنايا قطعتوا على جال لا فيديو هكذا سخون. نصيحه من عندي، تخليوا الخبز ديالكم ليله كامله، ولا ولا درتوه صباح تخليوه حتى لليل حتى يبرد تخي بيان، يشد روحو تخي بيان باش تقطعوه. وتقطع ثاني نتوما حرين تقطعوه كيما تحبوا، وان شاء الله تسيو لا غوسيت بزاف بزاف بنينه للفطور الصباح، ولا تاكلوها مع لا سوب. وبصحه والراحه.